الخامس، حاليا سأبدأ بشرح درس الثالث تنبؤ النمط. المثال الوارد في بداية الدرس تم شرحه في الفيديو الذي تم تنزيله في صفحة المدرسة. الآن سأقوم بشرح المثال الأول الصفحة 76. المثال الأول، تتبع النمط الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. نلاحظ هنا أن لدينا نمط عددي، لكن هذا النمط العددي يحتوي على جمل ضرب. الجمل الضرب تحتوي على عددين، العدد الأول متغير يتغير كلما نزلنا إلى سطر جديد، العدد الثاني ثابت وهو قيمته الرقم 9. النواتج طبعا ستتغير اعتمادا على العددين اللذان تم ضربهما. هلا في هذه الأنماط عادة يجب بالبداية التأكد أو النظر إلى العدد الثابت الموجود في هذا النمط. نلاحظ بأن العدد الأول هون في تغيير معين، العدد الثاني ثابت وهو العدد 9. التغيير في الحد الأول أو ممكن تسميته السطر الأول الرقم 1، في السطر الثاني هناك عددان تم تغيير أو إضافة عدد جديد، كان منزلة أصبح منزلتين، إضافة عدد جديد في منزلة الآحاد أصبح العدد 12 اللي هو أو 12، منزلة الآحاد 2 ومنزلة العشرات أصبحت 1. في السطر الجديد في السطر الثالث أصبح لدينا 3 أعداد، آحاد 3، عشرات 2، ومئات 1. في السطر الرابع أصبح لدينا 4 منازل، في منزلة الآحاد 4، في منزلة العشرات 3، في منزلة المئات 2، وفي منزلة الآحاد الألوف اللي هو 1. هنا نلاحظ أن في كل سطر يتم إضافة خانة جديدة أو منزلة جديدة عند منزلة الآحاد. لإكمال النمط الموجود بالبداية يجب النظر إلى النواتج، طريقة التغيير في هذه النواتج. نلاحظ أن الثابت في هذه النواتج هي منزلة الآحاد، يمكن كتابة التسعة العدد 9 بوجود صفر على يساره، هون طبعا الصفر على يسار العدد لا يؤثر على قيمته. منزلة الآحاد تتغير بشكل متناقص، بدأنا بتسعة ثم 8 ثم 7 ثم 6 ثم 5. منزلة العشرات ثابتة عند الجميع وتساوي العدد أو قيمة منزلة العشرات صفر. المنازل الأخرى عبارة عن واحدات. هلأ الواحدات هاي إذا لاحظنا، إذا قمنا بجمع نواتج المنازل في السطر الأول نلاحظ أن 9 زائد 0 يساوي 9، 8 زائد 0 زائد 1 ويساوي 9، 7 زائد 0 زائد 1 زائد 1 ويساوي 9، 6 زائد 0 زائد 1 زائد 1 زائد 1 ويساوي 9. في السطر الخامس، 5 زائد 0 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 ويساوي 9. نلاحظ أن النواتج دائما إذا جمعنا منازلها أو مجموع أرقام المنازل نلاحظ أن دائما الناتج يساوي 9. هنا يمكن تكملة النمط اعتمادا على ما تم ملاحظته في الحدود الخمسة الأولى، يمكن تكملة الحد أو إيجاد الصف السادس السابع والثامن. الصف السادس نبدأ هنا، الصف الأول كان العدد 1، الصف الثاني 2 1، الصف الثالث 3 2 1، الصف الرابع 4 3 2 1. إذن الصف السادس سنبدأ ب 6 5 4 3 2 1 ضرب العدد الثاني ثابت ويساوي 9. الناتج سيكون العدد، هنا بدأنا 9 8 7 6 5 سنبدأ ب 4، العشرات ثابت ويساوي 0، المجموع يجب أن يكون قيمته يساوي 9، أخذنا من 9 4 يبقى لدينا 5 واحدات. هذا الناتج الصف السادس. الصف السابع نبدأ ب 7 6 5 4 3 2 1 ضرب العدد الثاني ثابت ويساوي 9، الناتج
هنا 4 إذن هنا 3 العشرات 0 يبقى من التسعة 6 واحدات. الصف الثامن 8 6 8 7 6 5 4 3 2 1. العدد الثاني 9 الناتج 4 3 إذن هنا 2 العشرات 0 ويبقى من العدد المجموع 9 يبقى من المجموع. المثال الثاني تتبع النمط الآتي ثم أجب عما يليه من أسئلة. المثال هنا يحتوي على ثلاثة حدود. الحدود عبارة عن كسور عادية تم تحويلها إلى كسور عشرية. الكسر العادي الأول عبارة عن بسط 1 مقام 9. الكسر الثاني بسط 2 والمقام 9. الكسر الثالث البسط 3 والمقام 9. نلاحظ هنا بأن المقام ثابت ويساوي 9. التغيير للبسط كان العدد 1 أصبح 2 ثم أصبح 3. إذا حنلاحظ حاليا نواتج هذه الكسور عند استخدام الآلة الحاسبة سنحصل على الكسور العشرية الموجودة. هذه كسور عشرية تسمى كسور عشرية أو كسر عشري دوري. يسمى كسر عشري دوري لأن هناك تكرار في الأعداد المنازل الأعداد الموجودة. هذا العدد يمكن كتابته بشكل مبسط بوضع العدد 1 جزء من 10. العدد 1 هو العدد الذي يتكرر ثم نضع عليه هذا الرمز يقرأ 1 جزء من 10 دوري. الاثنان يمكن كتابتها اختصارا 2 جزء من 10 دوري. والثلاث 3 جزء من 10 دوري. حاليا إذا لاحظنا بأن البسط هنا 1 العدد الذي تم تكراره هو العدد 1. البسط هنا 2 العدد الذي تم تكراره هو العدد 2. البسط هنا 3 العدد الذي تم تكراره هو العدد 3. فبكل بساطة يمكن تكملة الحدود الأخرى دون استخدام الآلة الحاسبة وذلك بملاحظة بما أن المقام 9 يعني هذه الكسور ينطبق عليها النمط الموجود بالحدود الثلاثة الأولى. ويجب ملاحظة بالبداية أن هذه عبارة عن كسور عادية أي أن النمط هنا كسور عشرية. الجزء العشري أو الجزء الجزء الصحيح عبارة عن صفر. لذلك هنا سيكون الجزء الصحيح صفر. أما الجزء العشري عبارة عن 4 لكن دوري. 4 جزء من 10 دوري. 5 على 9 يكتب على شكل 5 جزء من 10 دوري. 6 على 9 يكتب على شكل 6 جزء من 10 دوري. فرع 2 حول كل مما يأتي إلى كسر عشري من دون استخدام الآلة الحاسبة. 7 على 9 كسر عادي يمكن تطبيق النمط مباشرة. 7 جزء من 10 دوري. ب 8 على 9 عبارة عن كسر عادي أو كسر فعلي إذن يمكن تطبيق النمط مباشرة. 8 جزء من 10 دوري. هنا الكسر عبارة عن كسر غير فعلي أو كسر غير عادي. يجب بالبداية تحويله إلى عدد كسري لمعرفة الجزء الصحيح. سيتغير الجزء الصحيح لن يبقى صفر سيتحول إلى حسب تحويله إلى عدد كسري بالبداية لمعرفة العدد الصحيح أو الجزء الصحيح العدد الذي يوضع في الجزء الصحيح. لتحويل الكسر الغير فعلي إلى عدد كسري ممكن مباشرة أو باستخدام القسمة الطويلة. هنا البسط المقام يبقى كما هو. الباقي يوضع في البسط والناتج في العدد الصحيح. إذن الجزء الصحيح سيكون 1 صحيح. و1 على 9 نرجع إلى بداية النمط. 1 على 9 إلى الذي يساوي قيمته 1 جزء من 10 دوري. التغيير هنا في منطقة فقط الجزء الصحيح. في البداية كان 0 جزء صحيح. أما هنا الجزء الصحيح عبارة عن مسألة. نمط هندسي وحدته ثلاثة أشكال مضلعة. إذا علمت أن مجموع الأضلاع في كل ثلاثة أشكال متجاورة يساوي 15 وأن الشكل الثاني يتكون من 4 أضلاع والعاشر من 6 أضلاع فمثل هذا النمط بالرسم. لمعرفة حل مثل هذه الأسئلة بالبداية يجب تحديد المعطيات السؤال ومن ثم
محاولة حل هذه الأنماط. نمط هندسي: المعطى الأول وحدته ثلاثة أشكال مضلعة. إذا لدينا نمط هندسي، وحدة النمط هنا تتكون من ثلاثة أشكال، أي أن الأشكال التي سوف تتكرر عبارة عن ثلاثة أشكال مضلعة، قد تكون أشكال ثلاثية، رباعية، خماسية وهكذا. المعطى الثاني: إذا علمت أن مجموع الأضلاع في كل ثلاثة أشكال متجاورة معا يساوي 15، أي أن وحدة النمط التي تتكون من ثلاثة أشكال جميع، إذا تم عد الأضلاع في هذه الوحدة النمط جميعها سيكون المجموع 15 ضلعا. المعطى الثالث: الشكل الثاني أعطاني معلومة عن الشكل الثاني بأنه شكل يتكون من أربعة أضلاع، أنه شكل رباعي. وأعطاني معطى عن الشكل العاشر بأنه شكل يتكون من ستة أضلاع. لمعرفة أو تخيل هذا النمط يجب التخيل بالرسم. بالبداية يجب معرفة وحدة النمط، ما هي الأشكال في هذه الوحدة وكيف هي ترتيب هذه الأشكال. أنا ترتيب النمط أو وحدة النمط، الأشكال في وحدة النمط مهم جدا. بما أن وحدة النمط ثلاثية، أي أنها تتكون من ثلاثة أشكال، وهذه الوحدة سوف تتكرر، سيتكرر الشكل الثاني الذي يتكون من أربعة أضلاع في المواقع الآتية. أول معطى، المعطى الأعطانية بأن الشكل الثاني هو عبارة عن شكل رباعي، قام بالرسم الموضح كما هو موجود. هنا وحدة النمط عبارة عن ثلاثة أشكال، قام بتكرار وحدة النمط أكثر من مرة. الشكل الثاني، المعطى المستخدم بالبداية بأن الشكل الثاني هو شكل رباعي، قام بتكرار وحدة النمط أكثر من مرة. الشكل الأول لا يوجد أي معطى أو معلومة عنه حاليا. الشكل الثالث غير معروف، فقط بوحدة النمط تم اكتشاف الشكل الثاني وهو شكل رباعي. إذا تم معرفة عدد الأضلاع في الشكل الثالث، يمكن الأول يمكن معرفة عدد الأضلاع في الشكل الثالث أو العكس. إذا لتكملة الرسم في هذا النمط يجب معرفة الشكل الثالث، عدد أضلاع الشكل الأول وعدد أضلاع الشكل الثالث. هناك معطى آخر بأن الشكل العاشر عبارة عن شكل سداسي. لمعرفة موقع الشكل العاشر نقوم بعد هذه الأشكال هنا: الشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. إذا موقع الشكل العاشر هنا سيكون موقعه عبارة عن شكل سداسي. إذا وحدة النمط الشكل الأول سداسي، الشكل الثاني رباعي، إذا الشكل السداسي يسبق الشكل الرباعي. نعود لبداية النمط، إذا هنا سيكون الشكل الأول شكل سداسي قام برسمه بموقعه. الشكل العاشر يتكون من ستة أضلاع، فإنه سيظهر في المواقع الآتية: هنا الشكل السداسي، الشكل الرباعي، بقي لدينا لمعرفة النمط الشكل الثالث لأن هذه وحدة النمط. إذا وحدة النمط سداسي، يليه رباعي، يليه شكل لم يتم معرفته إلى الآن. لمعرفة الشكل الثالث نقوم بالاستفادة من المعطى الثالث، وهو أن مجموع أضلاع كل ثلاثة أشكال متجاورة يساوي 15. هذا المعطى الأخير الذي سنقوم بالاستفادة منه في هذا المثال. بما أن جميع مجموع الأضلاع في وحدة النمط الثلاث الأشكال المتجاورة عبارة عن 15 ضلعا، الشكل السداسي أخذ 6 أضلاع، الشكل الرباعي أخذ 4 أضلاع، إذن أخذ الشكل الأول والثاني 10 أضلاع. إذن يتبقى لدينا من 15 ضلعا 5 أضلاع. إذن الشكل الثالث في وحدة النمط هو عبارة عن شكل خماسي. إذن وحدة النمط ستكون عبارة عن سداسي، يليه شكل رباعي، يليه شكل خماسي، وهكذا.